عايز اقول لكم ان النهارده فعلا يوم جميل، لان ده عباره عن فكره فكرنا فيها، او مش انا اللي فكرت فيها بس، ده كان حلم موجود في القوات المسلحه من فتره طويله. ولما انا توليت الوزاره في الوقت ده كان جات لي الفرصه ان احنا يعني نطلق الفكره ديت وتبقى في كليه طب عسكري. وكانت الفكرة عشان بس تبقى الأمور واضحة ليكم كلكم، احنا قلنا عايزين ناخد بإيدين العلم والمعرفة الطبية من خلال الكلية ديت، وكانت خير ربنا ان هو ساعدنا الحقيقة. فالمهم انا عايز اقول لكم ايه، انا بقول لبداية الفكرة جات ازاي، واي حلم ان احنا ممكن نحلم بيه ونستكتره على نفسنا، احنا بنتكلم على موضوع بقاله 6 سنين. وبعدين النهاردة احنا بعد 6 سنين بنشوف اول يعني اول ضوء منه. بس انا عايز اقول لكم، اوعوا تفتكروا ان الحلم خلال 6 سنين كان ثابت الكلية كده. لا، الكلية دي كانت بتتابع مني بشكل مستمر يوم بعدين. وانا بقول الكلمة ديت مش عشان اسجل اكتر من احنا لو كنا عايزين ننجح، احنا كمصريين في كل اجراء بنعمله كل مسؤول يتابعه لغايه لما يخلص وحتى بعد ما يخلص.